أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة 18 فبراير لسنة 2020، والنهاردة هنبدأ المحاضرة الثانية عشر من محاضرات السيكولوجي، وعلى وجه التحديد هو الميديكال سيكولوجي. ومحاضرة النهاردة الحقيقة هامة جدا، لأنها بتعني وبتختص بالآثار النفسية للأمراض العضوية. لأن في حقيقة الأمر أي مريض بيشكو من مرض عضوي، هذا المرض العضوي له تبعيات على نفسية المريض. يعني اللي عنده مرض عضوي ده بيؤثر على نفسية المريض. فحقيقة الأمر إحنا في أي مريض بنواجه مرضين، المرض العضوي الأساسي اللي بيشتكي منه المريض، ومعاه الآثار النفسية اللي هو مرض نفسي آخر. وكان أول من نبه إلى ذلك جامعة هنا في أونتاريو في كندا، في اسمها ووترلو شمال تورونتو، ونبهت ان لازم اي طبيب في العالم الاول وهو بيتعامل مع المريض لابد انه يركز في شيئين، في المرض العضوي وتداعياته النفسية على المريض، يعني في المرضين مع بعض. ومش كده وبس، وفي طلبة نهائي طب وهما بيمتحنوهم دلوقتي لا يمكن الطالب يعني يعدي الاختبار إلا لو أبدأ اهتمام متوازي بالمرض العضوي والآثار النفسية لهذا المرض. ودلوقتي الجامعة ووترلو اللي هي انشئت في 1956، دي جامعة من أكبر الجامعات في العالم. البحث اللي عملته في ذلك أقرته كليات الطب في الجامعات في العالم الأول. فأنا نفسي برضو في عالمنا العربي الأطباء طلبة الطب في كل مرة يتعامل مع مرض عضوي يفكر في المرض النفسي المصاحب والأثار النفسية لهذا المرض وكيف يتعامل معها. وهو ده محاضرة النهاردة. محاضرة النهاردة بإذن الله تنقسم إلى خمس أجزاء. الأول هنشوف التأثيرات النفسية للأمراض العضوية دي نمرة واحد، وبعدين للأمراض اللي هي يعني تتسبب في الوفاة يسموها تيرمينال ديزيز نمرة 2، وبعدين تأثير النفسي لدخول المريض للمستشفى نمرة 3، وبعدين أصعب منها التأثير النفسي لدخول المريض إلى الانتنسيف كير يونت اللي هو يعني الإنعاش اللي هي الرعاية المركزة، ونمرة 5 والأخيرة التأثير النفسي للبروسيديورز التدخلات التشخيصية والعلاجية في المريض. يعني خمس حاجات: التأثير النفسي نمرة 1 للأمراض، نمرة 2 للأمراض اللي هي تسبب الوفاة، 3 المستشفى، 4 العناية المركزة، و5 البروسيديورز التداخلات. فنتوكل على الله ونبتدئ الموضوع الأول. فإحنا في الموضوع الأول هناخد الآتي: coping with physical illness، يعني أول حاجة اللي هو التعامل مع المرض العضوي. ده it's determined by 3 major factors، في 3 حاجات يعني بتحدد هذا الكلام، اللي هو باختصار شديد المريض نمرة 1، المرض نمرة 2، والتعاملات يعني الاستراتيجية ما بين المريض والمرض. يبقى the way the patient perceived his illness، الطريقة اللي المريض بيستقبل بيها المرض بتاعه، يبقى العيان. نمرة 2 the demands imposed by illness، متطلبات اللي بتدفعنا للتعامل مع المرض. وبعدين الكوبينج استراتيجيز اللي هي استراتيجيات التعامل من المريض تجاه المرض. يبقى يعني عشان نقولها بطريقة سهلة الواحد يفتكرها، يبقى فيه 3 major factors: المريض نمرة 1، خليك معايا، المرض نمرة 2، واستراتيجيات تعامل المريض مع مرضه نمرة 3. يبقى 3 نقاط أساسية في الموضوع الأول وهو أطول موضوعات. نبتدي أول حاجة بالfactors influencing patient perception of his illness، يعني العوامل التي تؤثر في استقبال المريض لمرضه. هنا العامل الأول من العوامل الثلاثة، حتى الموضوع لطيف، العامل الأول already فيه 3 عوامل:
اللي هو فيما يخص المريض في ثلاث حاجات. اول حاجه patient variables، تاني حاجه illness variable، ثالث حاجه social variable. يبقى نبتدي بالpatient variables. طبعا تاثر المريض النفسي بمرضه بيختلف من مريض الى اخر، هو ده البيشنت فاريبلز. وهندرس فيها اربع نقاط ومصادفه لطيفه ان كلهم بحرف البي. اول حاجه البيشنت ايج، عمر المريض. طبعا انه شاب يصاب بالسرطان لا قدر الله بتبقى وقعه وتاثيره اكتر من رجل طاعن في السن يصاب بسرطان، لان السرطان اكثر توقعا في العمر المتقدم لكن مش في الشباب. يبقى البيشنت ايج هيؤثر في الاثر النفسي للمرض. نمره 2 بيرسوناليتي تايب، نوع شخصيه المريض. الناس في هذا المضمار نوعان، في نوع بيرضى وبيصبر وبيرضى بقضاء الله وقدره وبيصبر عليه، وفي نوع بيتوتر. يبقى إذن التأثير النفسي هيفرق، هل أنا شخص بتحمل ولا شخص غير متحمل. نمرة 3 previous experiences، يعني خبرات سابقة. لو كان المريض عنده رحلة طويلة مع الأمراض، فلو زاد عليهم مرض هو واخد على التعامل مع الأمراض، يبقى هيستقبل هذا المرض بطريقة أسهل من لو واحد هذا نفس المرض أصابه بس كان قبل كده سليم 100%. يبقى الـ previous experiences، هل أنا تعاملت قبل كده مع الأمراض فمش جديد علي أن يزيد عليهم مرض، ولا أول مرة أصاب بمرض. وبعدين نمرة 4 psychological state، اللي هو مثلا النيوروتيك patient، المريض المتوتر بيبقى عنده less tolerance، يعني أقل تحملا للستريس، للضغوط النفسية وللألم. يبقى في العوامل التي تخص المريض قلنا ثلاثة. أول حاجة خدناها اللي هي patient variables، اختلافات بين مريض ومريض، وأوجزناها في أربع نقاط بحرف الـ P: patient age, personality type, previous experiences and psychological state. ننتقل لتاني حاجة بقى الـ illness variable، اختلافات في المرض. الـ psychological responses، الاستجابات السيكولوجية وال نفسية بتعتمد على الآتي. أول حاجة، هل مثلا إذا كان disabling disorders، يعني أمراض معوقة، مين يتأثر بها أكتر؟ هتبقى more problematic، يعني أكثر تعمل مشكلة أكتر في المن، في الرجال، لأنه الراجل أهم حاجة أنه يقدر يشتغل، فلما يجيله مرض معوق هيعوقه عن الشغل، هيتأثر أكثر. ده زي ما بقول تملي، عندنا كان مثل كده يقول انه جنازه طار ولا اعاد الراجل في الدار، يعني اعاد الراجل في الدار الراجل ما يشتغلش، دي حاجه تحطم من نفسيته جدا. فعش كده الرجال يتاثرون اكتر بالديسيبلينج ديس اوردرز، بالامراض المعوقه، بينما الومن المشكله هتبقى اكتر مور بروبلماتيك لو جالهم ديسفيجرينج ديس اوردرز، مرض يسبب تشوه، لان النساء اكثر حرصا على شكلهم وعلى هندامهم وجمالهم من الرجال، فلو المرض يعمل disfigurements هتتأثر بيه أكتر من الرجال. طيب في حالة sporting people، الناس اللي هو في حالة الرياضيين، طبعا لو حصل له immobilizing disorder، يعني مرض بيعوقه عن اللعب وعن الحركة، هتتأثر بيه أكتر. يبقى psychological response هتعتمد على نوع الإلنس هنا، المرض المعوق يأثر في الرجال أكثر، المرض المشوه يؤثر في النساء أكثر، المرض اللي يقعد الإنسان عن اللعب والحركة يؤثر في اللاعبين أكثر. طب نيجي نمرة 2 بقى في الـ illness variable، هل المرض chronic versus يعني في مواجهة الـ acute disorders. الـ chronic disease طبعا بيبقى مقارنة بالمرض الحاد less dramatic، يعني أقل إفزاعا، لكنه طبعا الإفزاع ده الأقل هيقعد مدة طويلة لأنه chronic long lasting. ثالث حاجة اللي هي social variable، اللي هي الاختلافات الاجتماعية. هنا هناخد نقطتين، مرة هناخد فيه مؤازرة اجتماعية ومرة فيه انعزال اجتماعي. good social support، يعني لو في مؤازرة اجتماعية جيدة ده هيخلي العيال أكثر تحملا higher tolerance،
وكويكر ريكفري ويستجيب ويخف اسرع. وهنا باخد مثال مهم جدا، ان نفرض يوجد سيدتان هما الاثنين عندهم بريست كانسر في نفس المرحله وبنفس درجه الخطوره، لكن واحده زوجها يعني بيؤذرها، يعني بيقول لها انه خايف عليها، ان هو هيواجه المرض معاها، ان هو ما تخافيش انا جنبك انا معاكي ومهتم بيها ومهموم بيها، وزوج اخر للسيده اللي عندها نفس المرض غير مهتم على الاطلاق. تصور النتيجه مع انه نفس المرض ونفس المرحله ونفس الخطوره، النتيجه مختلفه تماما في حاله الزوجه اللي عندها مؤازره اجتماعيه من الزوج من اللي ما عندهاش. ده انا اقول لكم حاجه تانية جميله، ان هنا في كندا سمحت كل المستشفيات للمرضى بزياره البيتس اللي هم يعني لو واحد راجل مريض اكثر حد مرتبط بيه هو الكلب بتاعه والقطه بتاعته، ما عندوش حد بيزوره، لما يزوروا الكلب او القطه ويحس باهتمامه ويدخل عليه كده بفرحه، لقوا ان ده بيحسن من تقبل مريض المرض التولرانس ومن ريكفري. فعشان كده سمح في كل مستشفيات كندا بدخول الحيوانات الاليفه لزياره المرضى. نيجي على النقيض بقى، السوشيال ايزوليشن اللي هو العزل الاجتماعي، ده يحدث فين بقى؟ لو الواحد اتحط في الانتنسيف كير يونت اللي هو الرعايه المركزه، وحده الرعايه المركزه. في وحدة الرعاية المركزة ده بتبقى زيارات شبه ممنوعة، بالكتير الناس تقف ورا الإزاز كده تعمل لك باي أو حاجة من هذا القبيل، أنت معزول تماما اجتماعيا، مفيش أي مؤازرة اجتماعية تذكر، فده هيبقى له نيجاتيف سايكولوجيكال امباكت. يبقى ده أول حاجة، العوامل المتعلقة بالمريض وقسمناهم إلى ثلاثة، الاختلافات في المريض، الاختلافات في المرض، الاختلافات في المؤازرة الاجتماعية. طيب ننتقل لتاني حاجة بقى للمرض، demands imposed by illness، يعني الحاجات اللي هي بسبب المرض. هناخد برضو النقطة الثانية من النقاط الثلاثة، هتنقسم ثلاثة، dealing with، كيف يتعامل المريض مع شيئين، مع المرض ومع العلاج. مع المرض قدرة تحمله للبين، أكتر حاجة بتضايق المرضى البين، البين ده بيخلي المريض seeks a medical advice واذر سيمتومز طبعا، بس اهمهم البين. يعني مرض غير مؤلم يفرق تماما عن مرض مؤلم، فماذا مقدره المريض على التعامل مع الالم ومع البروسيديورز، التدخلات العلاجيه اللي هتحصل والسبيشال تريتمنتس، العلاجات الخاصه بقى اللي هي زي قسطره في القلب، زي هيعملوا له مثلا منظار وما شابه. يبقى قدره المريض على التعامل مع المرض البين والسيمتومز ومع التدخلات الطبية والعلاجات الخاصة. طب تاني حاجة هتحدد الآثار النفسية للمرض، الديفلوبمنت اوف الايه الريليشن مع الهيلث كير ستاف، الهيلث كير ستاف اللي هي الهيئة الطبية، وزي ما بقول نقولها ستاف نوت ستاف، مش عاوزين الجملة الخطأ دي، ستاف الهيئة الطبية. ليه بقول هيئة طبية؟ اللي هم الأطباء والممرضات. لو العلاقة طيبة ومبتسمين، حتى بيسموه ملائكة الرحمة، وإحنا كأطباء بنقول إن مهنتنا مهنة نبيلة، لأننا مفروض نبقى يعني بنتعامل مع الناس في أضعف أوقاتها. فلو العلاقة طيبة ما بين المريض وما بين الهيئة الطبية المعالجة، ده طبعا هيخلي الأثار النفسية أقل كثيرا. وبعدين تعامله مع الهوسبيتال انفايرومنت، يعني بيئه المستشفى نفسها. فمثلا هنا في مستشفيات الاطفال، انا مره دخلت مستشفى اطفال وما خدتش بالي اني داخل مستشفى اطفال، افتكرت نفسي ان انا في مول بيبيع لعب خاصه بالاطفال، حاطين كده اطراب ماشي على الارض وحاجات من هذا القبيل ومحلات بتبيع اشياء للاطفال. فطبعا لما الطفل يدخل مستشفى هي دي البيئه اللي فيها، هيبقى الاثار النفسيه عليه اقل. ثالث حاجه في الالنس اللي هو مقدرة المريض to preserve emotional balance، توازن عاطفي ونفسي، especially خاصة في الأمراض اللي هي فيها uncertain future، يعني اللي هي مش معروف النتيجة مسبقا يعني مجهولة، فالواحد يبقى أكثر يعني قلقا. طيب نيجي الحاجة الثالثة والأخيرة في التعامل مع الأمراض، بعد ما قلنا الأشياء التي تختص بالمريض نمرة واحد وقسمناها ثلاثة، الإلنس
نمره 2 وقسمناها 3، نيجي بقى الكوبينج ستراتيجيز، اللي هو الكوبينج ستراتيجيز، معلش بس هنضبها شويه. كوبينج ستراتيجيز اللي هي استراتيجيات التعامل مع المرض، ما بين المريض والمرض، لان المرض بيعمل ستريسز. طيب في تو برود كاتيجوريز، يعني يمكن تقسيم استراتيجيات التعامل مع المرض الى نوعين اساسيين، في دايركت واندايركت كوبينج، يعني تعامل مباشر وتعامل غير مباشر. تعامل مباشر يعني ايه؟ تعامل مباشر يعني هنتعامل دايركتلي مع البروبلم اللي هو ايه، اللي هو الديزيز. يبقى هنا التعاملات المباشره بروبلم فوكس، مركزه على المشكله اللي هي المرض، بينما الاندايركت كوبينج اللي هي التعاملات الغير مباشره مركزه على الايموشنز، الاثار النفسيه بسبب المرض. يبقى لو هنتعامل دايركتلي مع المرض، دايركتلي مع المرض هنسميها دايركت كوبينج، لو هنتعامل مع الايموشنز التداعيات بتاعه المرض على نفسيه المريض يبقى ده هنسميها اندايركت كوبينج. طب نيجي الدايركت كوبينج، ايه الغرض منه؟ ان انا عاوز اليمينيت الستريس سورسز، اليمينيت المصادر الضغط النفسي على المريض بايه؟ بثلاث حاجات. سيكينج، بان انا ادور اجد في البحث عن ثلاث حاجات. الانفورميشن اباوت ذا ايلنس، ان انا العيان يعرف كل شيء متعلق بمرضه. وزي ما بقولها دائما ابدا، اكثر شيء يخشاه الانسان هو المجهول. يعني انك انت ما تقولش العيان حاجه عن مرضه، نو نيوز طول عمري بقولها ار نوت جود نيوز، لا انباء مش معناها انها انباء حسنه، بالعكس العيان لما يعرف كل صغيره وكبيره عن مرضه ده بيخليه أريح نفسيا. فلازم نعرف المريض كل معلومة تخص بمرضه وهو حتى يقرأ عنه. طب نمرة 2، seeking يعني نجد فيه ان يبقى فيه support للمريض. support ده هيجيله من ايه؟ هيجيله من ثلاث مصادر: الفاميليز العائلة، الفريندز الأصدقاء. طب ايه اهم مصدر بقى؟ شوف اللي جاية، patient with the same illness، مرضى عندهم نفس المرض، حاجة بيسموها هنا جروب ثيرابي. يعني عشان كده بيخلوا انه يفضل ان عيانين الكانسر يروحوا لمستشفى متخصص في كانسر، كل المرضى اللي معهم كانسر، وايفن حتى في سب سبيشاليتي، يعني الورد كله القاعة كلها فيها كانسر بريست. لان طبعا لما سيدة يجي لها كانسر بريست بتضطرب وبتفتكر الحياة هتنتهي، لكن لما تلاقي نفسها موجودة في وسط مجموعة مرضى بالكانسر بريست، واحدة بقالها سنتين، واحدة بقالها خمس سنين، سبع سنين، عشر سنين، كلهم عايشين زي الفل، دول أكتر حاجة هيعملوا لها سبورت. وزي ما بحب أقولها دائما أبدا، هناك فرق بين السمباثي والإمباثي. سمباثي يعني التعاطف، يعني زي ما المريض مفروض يبقى متعاطف مع مرضاه، في تعاطف بين المريض والمرضى. إنما الامباثي هو ان الواحد يحس باحساسه. يعني ساعات حتى المريض يقول لك اه الدكتور ده لطيف جدا بس هو مش حاسس باحساسي، انا اللي عندي كانسر مش هو. لكن لما اقعدها مع مجموعه من المرضى ما عندهم بريست كانسر، يعني هيبقوا شاعرين هي حاسه بايه بالظبط، وبعدين يدوا لها سبورت يطمنوها ما تقلقيش، انا عايشه بقالي 7-8 سنين والثانيه بقالها 10، فمش نهايه المطاف الاصابه ببريست كانسر. فالنهاردة لقوا أحسن سبورت لا يأتي من الأطباء والفريندز والفاميليز، لأن ده سيمباثي تعاطف، يأتي من مرضى بنفس المرض، لأن ده أحسن منه امباثي، يعني الناس حاسة بنفس الإحساس. طيب وبعدين نيو سكيلز، يعني نيو سكيلز فور تريتمنت، يعني مثلا الهوم داليسيز ماشين. أدي مثال، عيان جاله فشل كلوي، إيه متطلبات المرض؟ انه هيتحط على جهاز الغسيل الكلوي كم مره في الاسبوع؟ 3، ويقعد قد ايه؟ 6 ساعات في المره. يبقى تخيل الاضطراب في حياه هذا المريض، عنده 3 ايام في الاسبوع يسيب بيته وياخد مواصلات ويروح ويقعد 6 ساعات ويرجع، حياته اتلخبطت. لكن لما نجيب له
جهاز غسيل كلوي في منزله هوم داليسز ماشين في الوقت اللي يلاقي نفسه بعد ما قام الصبح وفطر وانبسط وخلاص وهو مستعد نفسيا لعمل الجلسة، تبقى احسن، يبقى بنعمل نيو سكيلز. طب نيجي بقى الاندايركت كوبينج اللي هي مش مركزة على المرض، مركزة على الاموشن فوكست، اللي هي البيهيفيرال افورتس اللي هي المجهودات في التصرف تريديوس الاسترس. يبقى في الحالتين احنا عاوزين نريديوس الاسترس، مرة باننا بنكوب بنتعامل مع المرض، ومرة بنتعامل مع الانفعالات المصاحبة المرض، وعشان كده يسموها اندايركت كوبينج. هنا في عندي 6 حاجات. اول حاجة الاكسبتنس، learn to live with illness، ان الانسان يتعلم ان يتعايش مع مرضه، دي احسن حاجة، انه يعرف ان المرض ده قدر قدره الله له، وان عليه ان يتعامل معه. فمثلا مريض السكر خلاص يقول لك بقينا اصدقاء انا والسكر، عارف امتى بحلل، امتى هحسب جرعة الانسولين اللي اخدها، هعمل اكسرسايز، اكل معين هحاسب عليه، خلاص متعايش مع المرض، accepting. طيب نمرة 2 venting emotions، يعني التنفيس عن المشاعر. ما هو venting من كلمة ventilation يعني تنفس. little patient feelings out، يعني من الحاجات اللي تريح المريض وتخليه اقل ضغطا، سيب يطلع الانفعالات بتاعته، سيبه يزعق، سيبه يبكي. وبقول من ذكاء الطبيب لما يبلغ المريض بمرض معين ولاول وهله المريض اتضايق من هذا المرض وحس ان المريض عاوز يبكي او عاوز يصرخ بس محرج لوجود الطبيب، الطبيب يعمل حاجتين، يقول له طلع الانفعال اللي عندك، انا متفهم للانفعالات، وايفن حتى ينسحب من الغرفه ويمشي، فيديله فرصه يبكي، يديله فرصه يصرخ عشان ينفس. نمره 3 mental disengagement، يعني الفصل الذهني، يعني المريض ما يبقاش طول النهار مهموم بمرضه، ينشغل في شيء اخر اللي هو ايه، في العمل via work او entertainment، في انه يعني بيقضي اوقات كويسه. وهنا بحكي قصتين بالنسبه للورك. كان ليا صديق رحمه الله كان FRCS جراح، وجاله سرطان في الغده اللي فوق الكليه السوبرارينال، وده كانسر يعني مميت. فانا رحت عودته ازوره قبل الوفاه، كان بالظبط ب4 ايام، وسالت فين، قالوا لي ده راح الجامع وهيطلع العيادة. تفهمت انه رايح الجامع، طبعا الواحد بيحاول يقرب ربنا، لكن هو تعبان كده يروح العيادة. فروحت زرته في العيادة، وطبعا هو عارف ان السؤال في عينيا، قال لي بص يا اخويا ناجي، انا قررت اني مش هنتظر الموت في البيت، الموت عاوزني هو يدور عليا، انا هشغل دماغي مع مرضايا لاخر يوم، وقد كان ذلك 4 ايام قبل وفاته. ده بالنسبة للورك. طب منتال ديس انجيجمنت بطريقة تانية في الانترتينمنت. لازلت برضو أذكر خالي وقد كان كبير العيلة وبرضو جاله كانسر وتوفي بأثره، خد قرار غريب جدا، قال بصوا احنا كل أسبوع هنلتقي العيلة كلها في أحد البيوت أو في مكان خارج البيت ونتمتع ببعض. وفي آخر في أول مرة قال اوعوا تفتكروا أن أنا مش عارف أن المرض ده هيودي بحياتي وأن أنا هموت، بس أنا قررت مرة أخرى برضو أني لا أنشغل بالمرض، أعمل mental disengagement، وإن أنا أتمتع بوجودي معاكم الفترة التي سيسمح بها الله. نمرة 4 turning to religion، التحول للدين، يعني أبقى أكثر تمسكا وتدينا وأصلي وأدعي وحاجات كده، to seek God's help. دي حاجة كلنا بنعملها في كل مشكلة مش في المرض بس، إن الإنسان بيتجه إلى الله عشان خاطر ربنا يساعده. وبعدين نمرة 5 behavioral disengagement، admit يعني يعترف that the patient cannot deal with his illness. ده ال behavioral disengagement، يعني ليه العيان يقعد يعني يحاول ومش قادر، لا، ان العيان يقول يا جماعة انا مش قادر اتحمل وطئة المرض الرهيب ده اللي جاني. فاحنا نتعاون معاه، من احد النواتج بتاعه المرض هناخدها دلوقتي حالا اللي هو الاكتئاب، فندي العيان مثلا مضادات الاكتئاب اشهرها السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور اللي هو زي البروزاك. يبقى العيان انا مش قادر، ساعدوني، ادوني ادويه. عشان كده على فكره في الامراض المزمنه والامراض المؤلمه
والأمراض اللي هي نهائية اللي هي تتسبب في الوفاة جنب الطبيب المعالج اللي هو الطبيب الجراح أو الباطني، بنجيب طبيب أمراض نفسية عشان يعالج اللي مش قادر. وبعد نمرة 6 denial of illness، إنكار وجود المرض. أنا يا ما شفت ناس عنده كانسر، ولازلت أذكر مذيعة مشهورة جدا كانت بتتعالج عند أحد أصدقائي في نيويورك، وكان بالمصادفة أنا موجود معاه، وكانت هي مستقبلها في منزله لأن صديقة زوجته، والست يعني الوفاة وشيكة، ومع ذلك لقيتها بتصرف وتشتري ملابس بهي مذيعة بمبالغ رهيبة. أنا أتذكر أنها اشترت في غضون شهر ملابس بحوالي 100,000 دولار. فقلت الست دي عاملة دينايل، يعني إنكار تام لأنها عندها مرض، يعني وهي على يعني قيد مسافة قليلة من أن تلقى وجه ربها فده اسمه دينايل. يبقى ده الاندايركت كوبينج اللي هم الست حاجات: الاكسبتنس اللي هو القبول الأمر الواقع، فينتينج ايموشن التنفيس عن المشاعر، منتال ديس انجيجمنت الفصل الذهني عن المرض، تيرنينج تو ريليجن التحول التدين والاتجاه لله، بيهيفيرال ديس انجيجمنت الانسان يقول انا مش قادر، ودينايل اللي هو الانكار. طيب تعالى بقى ناخد جزء في الجزء في الموضوع الاول متعلق به ايه الايموشنز ريليتد تو ستريس اوف illness، يعني ايه الانفعالات بسبب ضغوط العصبيه بتاعه المرض. في ثلاث انفعالات ممكن يحدث واحده منها، وان من الثلاثه او ميكتشر اوف ذا ثري، او الثلاثه اثنين ثلاثه مجتمعين. طبعا في حاجه انا عارف ان كلكم متوقعين، ان اللي عنده مرض مؤلم مزمن، مرض بيتسبب في الوفاة، ديفينتلي هيحصل له ايه؟ اكتئاب، ديبريشن. ده اكتر حاجة 20-30% من العيانين بيجيلهم اكتئاب. طب السؤال، الاكتئاب ده متعلق بايه؟ متعلق بشيئين: loss or threat of loss، يعني فقدان او التهديد بفقدان. بفقدان ايه؟ بفقدان احد شيئين: الفيزيكال or social functions، ان المرض ده هيأثر على مقدرتي البدنية وطبعا بتوابعها ان انا مش هعرف اشتغل، or social function توابع اجتماعية ان انا مش هقدر امارس هواياتي وازور قرايبي واخرج وادي. فانا ليه depressed؟ لان في تهديد بفقدان او حتى فقدان فعلي للphysical or social function. تاني حاجة guilt اللي هو الاحساس بالذنب، ان العين يتخيل ليه هو مكتئب، لان متخيل الانس ده اذا بانشمنت، عقاب من عند ربنا. انا بقول لهؤلاء المرضى اللي عندهم هذا الاحساس بالجلد، انت لا تعذب نفسك، ما تجلدش نفسك وتتصور ان المرض ده بسبب ذنب اقترفته. وانا هقولها لك بطريقه بسيطه، ان نسبه الامراض بين المؤمنين وبين الملحدين متساويه، فالموضوع ملوش علاقة بإنك عملت ذنب ولا ما عملت الذنب، ده بالعكس ربنا بيعضدنا، والعقاب النهائي بيبقى بعد الحياة. فلا تجلد نفسك وتيجي لك ديبريشن بسبب الحكاية دي. تاني حاجة ممكن تحصل انكزايتي، إن الإنسان بسبب المرض يتوتر. طب التوتر ده بسبب إيه؟ بسبب أحد شيئين، يا إما بسبب الكوز، إن أنا حاسس إن أنا عشان كلت أكلة مش كويسة جالي تيفويد يعني أنا عشان كده متوتر، أو بسبب الأوتكم، ان طب نتيجة المرض ده هتبقى ايه؟ هيصيبني، هيعوقني، هيشوهني، هيخليني اقل حركة، هيبقى عندي ألم مزمن. والانكزايتي قلنا بسببين، والانكزايتي تنقسم الى نوعين، يا اما نون سبيسيفيك، يعني انا متوتر بس تسألني انت متوتر بايه ما اعرفش، اهو المرض عمل لي توتر بس مش عارف السبب، ممكن ياخد شكل فوبيا تخوفات، لكن ممكن يبقى التوتر ده سبيسيفيك يعني انا عارف السبب. towards البروسيدورز، انا متوتر خايف من التدخل اللي هيحصل، اللي هو هيعملوا لي كولونوسكوبي، يعملوا لي كاردياك كاثيتر، قسطره في القلب او منظار، وانا مش عارف ده مؤلم ولا او من التريتمنت هتعرض لجراحه. طيب ثالث واخر حاجه واقلهم اللي هي البارانويد بيهيفير. بارانويد يعني ان انا الشك، ده ليس كومن، يعني اكتر حاجه الديبريشن واقل حاجه البارانويد، وما بينهم الانكزايتي. إن المريض blame others أو حتى blame نفسه،
إنما عادة في الشك بيشك في الآخرين، اللي هو في أقاربه إن هم السبب في المرض، ما طهوش الأكل كويس، إن هم عملوا له انفعال فجابوا له ضغط، فالضغط أدى إلى انفجار ونزيف في المخ أو هارت أتاك، أو إيفن يبليم الطبيب إن العلاج بتاع الطبيب كان خطأ وهو اللي خلى الحالة تستفعل. طب هذا البارانويد بيهيفير هيؤدي لإيه؟ It may reach delusional level، يعني هاصل إلى درجة إلى الوهم. It may be associated with aggressive behavior، يعني يبقى highly aggressive، يزعق ويشتم ويضرب وحاجات من هذا القبيل. Or may lead to refusal to take the treatment، إنه يمتنع عن إنه ياخد العلاج، توقف عن أخذ العلاج، شد الخراطيم اللي متركبة عنده، وأنا شفت حالات كده ومش عاوز يتعالج. يبقى ده التلاتة emotions اللي هم related to stress of illness، اللي هو الاكتئاب والتوتر والشك. وده سؤال بيجي نظري، ده كان الموضوع الأول والأطول في موضوعاتنا الخمس، اللي هو الآثار النفسية للمرض عموما. نيجي بقى في الـ implication of for helping، تبع نفس الموضوع. الـ health staff، الهيئة الطبية، لازم تعمل ايه بقى في الحالات دي في المرضى؟ اولا ان ده اللي بنقوله وبنعلمه لكم النهاردة كطالب الطب، to understand، انكم تفهموا ان الـ emotional responses، الاستجابات النفسية والـ coping strategies، التعاملات، استراتيجيات التعامل مع المرض، دي جزء من الفيزيكال إلنس، جزء من المرض العضوي. إن أي مرض عضوي له تبعيات نفسية ولازم نعمل استراتيجيات للتعامل معها، تديل معها، ومش كده وبس، وندفلوب السكيلز، يبقى عندنا المهارات التعامل مع الحكاية دي. طب نمرة اتنين، encourage the patients، يعني نشجع العيانين على حاجتين، إن هم يكسبرس، يعبروا عن التعب النفسي بسبب المرض، ويركوجنايز ذير فيلينج، ويتعرفوا على التعب النفسي ده عشان نعرف لو هو اكتئاب نعالجه بعلاج معين، لو هي توتر بعلاج اخر، وهكذا. واحنا بدورنا جيف تايم، ندي العيانين وقت، اند هيلب، ونساعدهم تو اور بيشنتس. دي الامبليكيشنز اللي هي الضمانات ان احنا للمساعده. نيجي تاني موضوع بقى، وده موضوع قصير، اللي هو coping with terminal illness، التعامل مع الأمراض التي النهائية والمعناها التي تتسبب في الوفاة. الوفاة هنا لا محالة، لا يعني هتحصل هتحصل. هندرس حاجتين، two main issues هنا. أول حاجة الcommunication، يعني إزاي هنبلغ المريض، هنتواصل معه ونبلغه أنه عنده مرض مميت. الأول عاوز أقول حاجة، إنك ما تبلغوش خالص. طول عمري بقول No news are not good news، يعني ما تقولش أخبار خالص للمريض، ده مش معناها أنه هو مبسوط، لازم تقول. فالسؤال دلوقتي، patient should be told or not، أنت عاوز تسألني نقوله ولا ما نقولوش؟ طبعا الإجابة نوتا simple answer، لكن هنعرفها في الآخر إن هنعمل إيه. For many patients، لمعظم لعدد كبير من العيانين، بيحبوا want to know، بيحبوا يعرفوا، ولما بيعرفوا cope better، بيتصرفوا أحسن لما يعرفوا. وهنا أحسن حاجة نعمل open communication، مش بس مع المريض ومع الclose relatives، نجيبهم يا جماعة احنا الوضع بالجد خطير. دي مهمة ليه؟ لأن ممكن انت لما تقول العيان انه المرض خطير وفي احتمالات يعني وشيكة لحدوث الوفاة، يمكن عنده إرث عاوز يوزعه، يمكن عنده أشياء معينة عاوز يتصرف فيها، بنت هتتجوز يسرع بزواجها، حاجة من هذا القبيل. بينما طبعا في some patient، في بعض المرضى حالتهم بتسوء لما يحصل الحكاية دي، may not respond well، يعني مش هيستجيبوا كويس للـ open communication. طب انت هتسألني في الآخر بقى، طب الـ real question، السؤال الحقيقي، هل نقوله ولا ما نقولش؟ الإجابة How do I tell? Not shall I tell? يعني مش هنقول هنقول، لازم نعرف العيان حالته، لكن نقول له ازاي؟ دي عاوزة skills، مهارات معينة. ان انت ما تخش هتقول العيان انت عندك كانسر،
بنكرياس ويتوفاك الله في غضون 6 شهور، وده حقيقة. أو عندك كانسر لانج وده أهم كانسر بيحصل الأرواح ولا فكاك منه، ما ينفعش كده. إنه في ده في مدخل إن تقول له إن إحنا عندنا مرض خطير، وعلى فكرة يعني إحنا الأهم أهم حاجة إن كلنا الموت علينا حق، يعني ويدرككم الموت لو كنتم في بروج مشاهدة. وهنا أنا أتذكر داود وهو بيقول لابنه هو على فراش داود النبي على فراش الموت، قال له تشدد وتشجع وكن رجلا فإني ماض في طريق الأرض كلها. إنه فعلا يدركنا الموت ولو كنا في بروج مشاهدة، فكلنا هنموت وما نعرفش مين هيموت الأول، بس المرض بالجد خطير، يبقى ليها طريقة وهنبذل أقصى المجهود وهنحاول في الآخر كلنا هنموت، بس إحنا هنبذل مجهودنا يعني تقعد أطول فترة ممكنة. فدي نقطة مهمة. وعلى فكرة بزود حتة إن المرضى اللي هم في التيرمينال إيلنس دول بنوديهم حاجة اسمها هوسبيس. الهوسبيس نوت هوسبيتال، بتعتمد على شيئين بنعملهم فيهم. الأول we do not assist suicide، يعني لا نساعد قتل المريض. في بعض الدول الأوروبية بتعمل كده ودي حاجة لا تصح، لكن في نفس الوقت لا، المريض اللي معروف انه هيموت ما نقعدش نعالج في سيمتومز فرعيه فنطول في عمره فنزيد من عذاباته. بنضمن في الهوسبيس شيئين، واحد انه العيان يبقى بين فري، يعني نديله حاجات تضيع البين، وطبعا اهمها على الاطلاق المورفين. وبحب اقول لمعظم الاطباء ما يعرفوش اللي هقوله ده، إن إذا ادينا مورفين للعيان عشان نريح الألم تماما بجرعات كبيرة ومتكررة، هذا لا يؤدي إلى أنه يصبح مدمن للمورفين، إلا إذا حط خط تحت إلا إذا ده كان عنده استعداد شخصي للإدمان. فإدوا مورفين للعيان عشان العيان to die in peace not in pieces. تاني حاجة بنبنهله إن العيان ما يبقاش عنده صعوبة في النفس، بنديله أكشن، والاوكشن لازم ما ندروش دراي اوكشن، لازم بيبقى مويست اوكشن، بيمر بجهاز معين يخليه رطب عشان خاطر ما يحصلوش حرقان. طيب تعال بقى نشوف مع بعض النقطه الثانيه في التيرمينال ايلنس اللي هو السايكولوجيكال ريسبونسز اوف داينج بيشنتس، ما هي الاستجابات بتاعه العيان اللي هيتوفاه الله. هنا اولا دي اهم نقطه، العيان بيختلف من عيان الى اخر، في وايد فاريشنز، ده 100% الاختلاف تام. انا ياما شفت مرضى بينهاروا بكاء وناس متشدده ويعني شجاعه في مواجهه المرض، وقد كان منهم خالي رحمه الله حينما اصابوا الكانسر وقالوا له ما لم يزرف دمعه واحده كان رجلا. عموما الداينج بيشنتس باث ثرو سيرتين ستيجز، بيمر في الصورة الكلاسيكية وليست التي تحدث كل مرضى في 5 مراحل. وأنا أذكر لي صديق جاله كانسر بنكرياس وكان هيتوفى الله في 6 أشهر، وكان عنده مجرد شوية عسر هب، فقلت له نبتدي بعمل سونار، لقينا ماس في البنكرياس، خدنا منها بيوبسي طلع الكانسر بنكرياس، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة، فعارف أنه في غضون 6 شهور هتوفى الله. عمل ايه؟ اول حاجه دي نايل، قال العينه دي غلط، دي مش عينتي، انا عندي حاجه بقى شويه عسر هب، ايه كانسر بنكرياس دي، عيدوا العينه تاني. يبقى اول مرحله ان العام بينكر، دي نايل، ذير ماست بي ميستيك، في غلط. تاني حاجه انجر، واي مي، اشمعنى انا اللي يجيني المرض ده. زي ما بقول الامراض ليست موضوعه في شيلفز، في رفوف، في الـ في الـ في الـ في المولز وحضرتك تنقي المرض اللي بيعجبك، لا، الامراض دي موجوده في باسكت طول عمري بقول، وتمد ايدك كل واحد يطلع له نصيبه. فالغضب دي تاني مرحله. تالت مرحله البارجنينج، طب اللي هو الايه المفاصله، خلاص العيان عارف هيموت طبعا، على الاقل هيسعى لايه بقى، طول عمري شويه يا دكتور، ابذلوا اقصى ما شيء، كيب ماي مي الايف انتل، يعني خلوني اعيش اطول فتره ممكنه، عندي بنت عاوز اجوزها، عندي ارث عاوز ابيعه واوزعه، يعني بيطلب طب خلاص هموت احيوني اطول فتره ممكنه. وبعدين نمره 4 ديبريشن، لانه ات ذا اند، حاسس انه خلاص حكم بالاعدام. نمره 5 مش شرط تحدث في كل المرضى، عاوزه مريض يعني كويس قوي، اللي هو الاكسبتنس، قبول قضاء الله كده بنفس راضيه،
And I did my share in life. أنا أديت دوري في الحياة تجاه أسرتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة والمجتمع، ساعدت الناس قدر ما أستطاع وخلاص. It's my destiny، إنه قدري وقدر الجميع. هيدركنا جميعا الموت حتى إن كنا في بروج مشيدة، سبحان الله. طيب قلنا مش لازم كل العينين يمروا بالخمسة دول بالضبط، وإن الاختلافات وايد فارب. ده سؤال، دي أسئلة مهمة جدا. طب يبقى اتكلمنا على المرض نمرة واحد، واتكلمنا نمرة اتنين على الأمراض النهائية اللي هي تسبب الوفاة نمرة اتنين. نيجي نمرة تلاتة بقى، السايكولوجيكال أسبكت أوف هوسبيتاليزيشن، التأثير المستشفى على السايكولوجي بتاعته. حاجة مش لطيفة الواحد يروح مستشفى، ده ميجور ستريس تو بيشنت، يعني ستريس جامد إن الواحد يتحجز في المستشفى سوشيالي اجتماعيا وسيكولوجيا. طيب سوشيالي ليه؟ ليه بيحصل تشينج في السوشيال انفايرمنت؟ لانه حضرتك وانت في المستشفى الروتين بتاعك بقى ديستربت. انت كنت بتقوم في ميعاد معين وتقوم تفطر وليك نظام ماشي عليه، هذا نظام اتلخبط. هم هيمشوك على نظام المستشفى، هيصحوك في مواعيد معينه تاخد فيها الادويه، هيفطروك ويغدوك في وقت معين، وبعدين في نفس الوقت مفيش برايفسي. اي حد هيدخل عليك، ممرضه، دكتور، ما فيش اي برايفسي. فده التغير في السوشيال. نيجي السايكولوجيكال رياكشنز، ان في طبعا السايكولوجيكال اكشن، انا في ستريسفول سايكولوجيكال تشينجز. ليه؟ تعال نشوف ليه ده هيحدث. بسبب ثلاث اشياء. واحد، ديكريز برايفسي، انه زي ما قلنا ما فيش برايفسي، بيدخل ممرضه، يدخل الطبيب في الوقت اللي هو موجود فيه، مش يعني ما فقدت البرايفسي. ان ديكريز اندبندنس، ان انا مش قادر اعتمد على نفسي، لانه طبعا المرض له تبعيات، ربما حد بيوكلك. في بعض المرضى بيغيروا لهم لانه بيعملوا انكونترنس، ما عندهمش تحكم في البلبراس، فمضطر ان الاخرين يساعدوه، تملي يرن الجرس عشان تجي له ممرضه، مش قادر يعتمد على نفسه. وبعدين ديكريز سوشيال كونتاكت، ان الزياره لها مواعيد. طب ايه المانيفيستيشنز اوف ديستريس؟ ايه ظواهر الستريس بتاعنا في المستشفى؟ هنا الفير، خوف، اريتابيليتي، تهيج، انهابينس، عدم سعاده، انكريز نيد فور سوشيال ري اشورنس. محتاج في وقت اللي العام فيه مستشفى تروح للمريض اذا كان قريبك وتزور وتعود زياره المريض، دي حاجه جميله جدا، وتأكد له احنا جنبك وبإذن الله هتبقى كويس. هو أكتر وقت ضعيف فيه ومحتاج إلى مؤازرتك. طيب most of the stresses is related to، ليه العيال اللي بيدخل مستشفى distressed؟ related للإلنس، للمرض، والبروجنوزيس، التبعيات المرض، هينتهي بإيه المرض ده؟ هيخف ولا مش هيخف؟ هيسيب أثار جانبية ولا هيبقى معافى تماما؟ وبعدين الميديكال procedures، التدخلات الطبية، سواء للإنفستيجيشن التشخيصية أو العلاجية. يبقى أنا خايف منها، العيان خايف من كارديو كاثيتر، خايف من الكرونوسكوبي، خايف من البرونكوسكوبي، and so on. هنا إيه الحل بقى؟ good communication and support from healthcare staff، إن إحنا ملائكة الرحمة اللي هم زي ما بقول الممرضات والأطباء اللي هي تلك المهنة النبيلة، إن إحنا ندي العيان support، مؤازرة، وبعدين ومحادثة جيدة بيننا وبينهم. المستشفى دي ستريس رهيب جدا. ولازلت أذكر أن والدتي رحمها الله، كان والدي توفى قبلها بست أشهر، وكنا دخلنا المستشفى وكانت الإمباكت في المستشفى وشافت اللي بيحصل، فقالت لو مرضت من فضلكم ما تدخلوش المستشفى. ولا حدث أنها مرضت بعديه بست أشهر، ولكن أنا نفست رغبتها بإني ألبت حجرتها في المنزل إلى عناية مركزة، وساعدني على ذلك ولهم كل التقدير والشكر، اللي هم تلاميذ الأمس وزملاء اليوم، إنه جون كلهم ركبوا لي، حطوا لي مونيتور في أوضتها، وحطوا لي أجهزة للمحاليل وأسطوانة أكسجين، وعودوها بالطلب وبغير طلب، ومن غير ما بطلب كانوا تملي يزوروها إلى أن يعني توفاها الله، اللهم يرحمهم جميعا. المستشفى دي حاجة مش سهلة، إن الواحد يتحجز في مستشفى. قلت لك والدتي رفضت الحكايه دي، قالت لي لو مرضت وحققت لها دي مش عاوز اروح مستشفى. طب نيجي نمره اربعه بقى، يبقى خدنا المرض وخدنا الامراض النهائيه وخدنا المستشفى نمره ثلاثه. طب نمره اربعه،
السايكولوجيكال ريسبونسز تو سبيسيفيك تريتمنت، اللي هو البيشنت لما يدخل بقى مش مستشفى بس، الاي سي يو الانتنسيف كير يونت وحده الرعايه المركزه او الهيموداليس اللي هو الغسيل الكلوي، هنا العام بيبقى دبل ستريس، يعني الستريس دبل انه يدخل مستشفى. ليه؟ لان طبعا اللي في الرعايه المركزه حالته اخطر من اللي في المستشفى، يبقى السيفيريتي اوف ايلنس. وبعدين نمره 2 الريستريكشن امبوز باي تريتمنتس، انه العلاج بيعمل يعني تقييدات اكتر من اللي في حجره مستشفى عاديه. ان انت عارف اذا كان في زياره في غرفه المستشفى عاديه، مفيش زياره خالص في الاي سي يو غير لدقائق معدوده او من وراء الزجاج. فده انا افتكر رحمه الله استاذي الدكتور عباس شربيني طبيب امراض نساء، انت عارف وحده رعايه مركزه يسموها في كلمه يعني خفيفه يسموها الانعاش، فكان ينطق الكلمه كده يعني قسمها حتتين، انعاش يعني اذا عاش، انعاش، ودي حقيقه. وتاني حاجه بتصعب الدخول في الاي سي يو اللي هو الريستريكشن امبوز باي تريتمنتس، ان التريتمنت جوه الرعايه المركزه فيه ريستريكشنز، فالعيان ديفلوبس حاجه من اتنين، اول حاجه ستيت اوف سنسوري ديبريفيشن، حرمان من الاحساسات والتواصل بسبب المونوتوني اللي هو الرتابه، انك انت في نقيق المرقاب اللي هو المونيتورز، صراخ العيانين مش عارف تنام، اموبولايزيشن مش راضيك تتحرك خالص، سوشيال ايزوليشن مفيش زياره ليك غير لفترات قليله جدا او معدومه، سليب ديبريفيشن تنام ازاي في وسط الاصوات المونيتورز واصوات صراخ المرضى، فده ستيت اوف سنسوري ديبريفيشن. او في حاجه العن منها بقى باثولوجيكال رياكشن اسمها اي سي يو سايكوزيس، جنون الاي سي يو، او يسموها اي سي يو سيندروم. دي تحدث امتى بقى؟ لو العيان قضى اكثر من 5 ايام في الانتنسيف كير يونت، واحد من كل ثلاثة مرضى، واحد من كل ثلاثة من اللي بيقعدوا اكتر من 5 ايام بيجي له جنون الاي سي يو، اللي هو تشمل ايه بقى؟ اجيتيشن يعني تهيج واجريشن، كونفيوجن انه العيان شبه يعني في نص غيبوبه، ديس اورينتيشن مش داري باللي حواليه، هي صبح وظهر هو ليل ما يعرفش، لانه عاوز اقول لك واحكي لكم عنها دلوقتي حالا، وهلوسه هالوسينيشن. انا فاكر اضطرتني الظروف ان انا ادخل العنايه المركزه، بس الحمد لله كانت لمده اقل من يوم في المرتين ثلاثه اللي دخلت فيها، واحساس رهيب. اولا انت قاعد في كيوب مكعب ما فيهوش شبابيك نور، فانت مش عارف بقت صبح بقت ليل، وموجود على السرير، وزي ما بقول لك بتسمع نقيق المرقاب وصراخ ما مش عارف تنام، حاجه صعبه. فاللي بياخدوا اكتر من 5 ايام، واحد من كل ثلاثه في اللي بيقعدوا اكتر من 5 ايام بيجي له الاي سي يو سايكوزيس او سندروم. وبعدين انا جات لي فكره ثانيه اقولها لكم كده في طرفه، ان في كندا احصائيا 70% من الناس بيتوفاها الله مش في منازلهم، لان الرعايه الطبيه رهيبه في الانتنسيف كير يونت. فانا قعدت كده افكر، السرير اللي انا نايم عليه ده في الانتنسيف كير يونت رحل كام شخص الى الحال اخرى الى العالم الاخر، والفكره ما كانتش لطيفه لدرجه ان انا على الساعه 4 او 5 الصبح قالوا لي اتس اوكي وتقدر تتصل باصحابك يجوا ياخدوك فجرا. اقول لك حاجه، انا ما استنيتش الفجر الساعه 7 8 يفوتوا عليا ياخدوني، انا قلت لهم شكرا، لبست هدومي وخرجت خدت تاكسي وروحت. شيء مزعج الاي سي يو ده والهيموداليسيس ده دبل ستريس، لان الحاله اخطر من اللي قاعد في غرفه عاديه، دي نقطه، والريستريكشن انك انت مش زي غرفه مستشفى في ريستريكشن في كل حاجه، فالعيان بيحصل له يا اما سنسو ديبريفيشن كما في حالتي، او قلت الاي سي يو سايكوزيس. نيجي نمره 5 ال psychological responses to stressful medical procedures، التدخلات الطبية الستريسفول، مش أي تدخل طبي طبعا، لما تاخد حقنة مش هتبقى ستريس ده قوي، تاخد برشامة مش ستريس، لكن بنقول حاجة stressful medical procedures، تدخلات طبية ضخمة. إيه بقى؟ هناخد procedures نوعان، يا investigation تشخيصية زي الإندوسكوبي المناظير منظار معدة أو منظار قولون مثلا، أو cardiac catheter زي قسطرة القلب، أو واحد هيعمل سيرجي ده ثيرابيوتيك، النوع الثاني من التدخلات العلاجية زي السيرجي.
طب الاستريس في الانفستيجيشن، لو حضرتك هتعمل يعني اندوسكوبي منظار او كاردياك كاستر، ليه انت ستريس؟ اولا انت ستريسد از ريليتد تو اسوشيتد فيزيكال ديستريس. في فيزيكال ديستريس، حضرتك مش عارف هل الكولونوسكوبي ده مؤلم ولا مش مؤلم، قسطره القلب مؤلمه ولا مش مؤلمه، انت مش عارف. نمره 2، هم بيعملوها لحضرتك ليه؟ بيهزروا، بيدوروا على مرض معين، فانت خايف من التهديد، الثريت اوف فايندينج سيريس كونديشن، لا يلاقوا كانسر ولا ما شابه لا قدر الله. يبقى انت ستريسد بسبب البروسيدور نفسه وبسبب ما سوف يجدوه. طب نيجي الثيرابيوتيك سيرجي بقى، دي ألعن ان في ريسك. طبعا في كل سيرجي في ريسك وانسرتن اوت كام. طب هل انا هخف؟ مش هخف، هيحتاجوا جراحه تانية. الهاي بري سيرجيكال ليفل اوف ديستريس ليدنج تو، لما بتبقى البري سيرجيكال ليفل اوف ديستريس عالي بيؤدي لاربع حاجات مش كويسه. واحد، النيد فور مور انالجيزيا. قلنا الجيزيا يعني الم، انالجيزيا يعني لا الم، مسكنات الالم. فاحنا لو العيان ديستريس بيحتاج مسكنات ومخدرات اكتر. طب نيجي بعد العمليه بقى، بوست اوبرتيف، لو العيان ديستريس بيبقى عنده بور ريكفري، يعني الريكفري اللي هو انه يستعيد نفسه تاني بتبقى مش بالسرعه الواجبه، ومور كومبليكيشنز، اكثر مضاعفات، ومش كده وبس، وادفيرس سايكولوجيكال رياكشنز، يعني بيحصل له سايكولوجيكال رياكشن ضار، ادفيرس يعني ادفيرس يعني ضار، حاجات بوست سيرجيكال لو كان العيان ديستريس قبل العمليه. طيب نيجي نعمل ايه بقى؟ سايكولوجيكال انترفينشن، ايه الحاجات اللي نعملها سايكولوجيا تو ديكريز الستريس اوف ميديكال بروسيدجرز؟ ايه التدخلات السايكولوجيه اللي هنعملها عشان نقلل الستريس بسبب التدخلات الطبيه دي؟ واحد، سايكولوجيكال سبورت، اللي هو مؤازره سايكولوجيه. بمين؟ بحضراتكم الهيلث كير ستاف، شود يعمل حاجتين، ادي العيان فرصه، الاو البيشنت تو ديسكاس هيز فيرز، يقول لك بخوفه، والوريز، والقلق بتاعه جاي منين، سيبه يقول لك هو ايه، وفهمه ان مفيش قلق، زي مثلا هنقولها بعد شويه، بروفايد سبورت اند ري اشورانس، وادي له مؤازره وتاكيد انه هيبقى كويس. يبقى اسمع منه واديله، عشان كده نقطتين، اسمع منه الفيرز والورز واديله سبورت ودي اشورنس، اول نقطه. تاني حاجه، انفورميشن بروفيجن، قلت ان اكثر شيء يخشاه الانسان هو المجهول، فاحنا مطالب ان احنا ندي العيان نوعان من المعلومات، طبعا سنسوري، معلومات حسيه واهمها البين، هل البروسيدور اللي هيعمله ده مؤلم ولا مش مؤلم؟ العام بيتصور ان في الم، بس احنا بنقول له هنعمل لك كولونوسكوبي للقولون، منظار قولون او منظار معده، انت هتبقى متبنج مفيش الم، وفي الكاردياك كاستر هنديك بنج موضعي واحنا بندخل القسطره فما تقلقش، يبقى مفيش الم. والبروسيدور نفسه يعني هنعمله ازاي؟ لازم نديله انفورميشن. قلت الانسان بيخاف من المجهول، فنقول له نيجي سكيل تريننج، بنعلم العيان تيتشنج سبيسيفيك بيهيفير تو كوب، عشان يتعامل مع السبيسيفيك ميديكال بروسيدجرز، مع التدخلات دي. يعني لو بيعمل برونكوسكوب بنعلمه يتنفس بطريقه معينه، لو هنعمل بروكتوسكوب يعني منظار شرجي نعلمه ريلاكس، اللي هي العضله القامطه بتاعه الشرج، لو هنحط له مثلا انبوبه رايل يتغذى عن طريقها او نشفط حاجات في المعده، نعلمه انه احنا بنحط الانبوبه يبلع عشان خاطر تدخل بسهوله. نيجي نمره 4، الموديلنج، ان نوري العام فيلمز او فيديو تيب لنفس البروسيدجرز. وهنا اذكر في كليفلاند في امريكا، اللي هي السنتر مهم قوي في عمل جراحات القلب، بيروحوا كثير من الدول العربيه، قبل ما تعمل عمليه بيوم بيوروك فيلم او فيديو على التلفزيون، يوريك بالظبط هيعملوا ايه. لان انت مثلا العام بيتصور انه هيعمل كابج اوبريشن، يقول لك عمليه، مترجمين عمليه قلب مفتوح، وانا بقولها يا جماعه هي اسمها عمليه قلب مفتوح، لكن احنا ما بنفتحش القلب، احنا بنفتح، اسمعني كويس، على القلب، بنفتح القفص الصدري على القلب، لكن الشرايين تجيها خارج القلب، فبنعمل لها توصيلات معينه، كل الشغل خارج القلب، مش قلب مفتوح، يعني هنفتح قلبك. فالعين يشوف فيلم،
واقول لك حاجه لطيفه في كليفلاند. الفيلم بيتضمن لقطه شفتها جميله قوي قوي، ان العام بعد ما خف خالص ولابس وطالع وهيئه التمريض او طبيب بيودعه، بياخد تاكسي او عربيه قرايبه واخداه، يعني حتى بيروك عشان تاخد ان انت شوف عامل عمليه اهو، شوف خارج زي الفل وماشي على رجليه زي. فده الفيلم او الفيديو تيب. Cognitive Behavioral Interventions، هنا تغيير تدخل لتغيير التصرف والادراك. Cognitive يعني ادراك، خلاص. هنا ساعات العيان يبقى مضطرب فمحتاج طبيب امراض نفسيه يعمل له psychotherapeutic procedures، مش علاج دوائي زي مثلا لما يبقى عنده depression او توتر، لا، يعني بالحديث modify patient things، يعني تفكير العيان و cope with the procedure to decrease the anxiety، عشان يقلل anxiety اللي هي والستريس والبين. هنا بالكلام جيب راجل بتاع امراض نفسيه يحكي معاه، انت خايف من ايه؟ يقول لي مخاوفك ايه؟ ويطمنه، فده بيقلل anxiety والستريس والبين. البنفيتس ان العيان بيحتاج less analgesia في هذه الحاله و better and faster recovery. يبقى كده يا اولاد احنا خلصنا الآثار النفسية الخمس أشياء للأمراض، الأمراض التي تسبب الوفاة، المستشفى نمرة 3، الدبل ستريس في الاي سي يو أو الهيموداليسيس، وبعدين 4 في التدخلات الطبية التشخيصية والعلاجية. وأنا بحب أقول جملة في الآخر كتبتها، إن الأمراض أمراض الجسد النفس السوية تحتويها، أما أمراض النفس فمن يداويها؟ اللي هيداويها هو حضراتكم. يعني لما الواحد تبقى نفسيته كويسة بتقدر تتعامل مع أمراض الجسد، لكن ساعات الواحد بيحصل له اضطراب نفسي، مين يحتوي النفس المضطربة دي غير الـ health staff members اللي هو حضراتكم؟ وده هو غرض المحاضرة، انك تعرف ان جزء من المرض النفسي هو الجزء من المرض الجسدي التبعيات النفسية عليه، ودورنا احنا كأطباء ان احنا نساعد المرضى في هذا المضمار. اشكركم شكرا جزيلا على تعاونكم معنا ومع الاطفال المرضى اللي تملي بنعرض ليهم ان تساعدوهم من فضلكم، واتمنى اكون افدتكم، واسأل الله لجميعكم التوفيق الى ان القاكم بإذن الله مجددا، واشكركم شكرا جزيلا.